صباح الخير يا ليلى. يسعد صباحك. كيفك اليوم؟ تمام، انت كيفك؟ الحمد لله، دائما نقول الحمد لله على كل شيء. يسعد صباحكم مشاهدي الاخباريه السوريه، يوم جديد وبدايه جديده وبدايه اسبوع جديد، يا رب تحمل لنا كل الخير الصحه والانفراج على جميع الاصعده. تحياتنا لكم وين ما كنتم مرافقيننا بهذا الصباح، تحية لكل السوريين من قلوبنا لقلوبكم. بدنا نبلش هذا المشوار الصباحي ودائما نقول يا رب الجبران، جبران الخاطر والرزقة الكريمة. مشوارنا الصباحي بلش معكم وكالعادة ضيوفنا من مجالات مختلفة وأخبارنا من المحافظات السورية ضمن التقرير. يسعد صباحك يا رشا، وصباح الخير لكل الأشخاص اللي عم يحضرون نهار جديد. يا رب يحملكم كل الخير الصحة وراحة البال ويكون يومكم مليء بالتفاؤل وتحقيق الأماني. مشوارنا الصباحي بلش بمحطاته العديدة والمتنوعة ورح نبدأ فيه، لكن مثل العادة رح نروح لفاصل لطيف ونبدأ. وقبل ما نروح لنستقبل أولى ضيوفنا، خلونا نروح لذاكرة الأيام وحكاية يوم بتاريخ هذا اليوم. اليوم 30 آذار، كثير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. في عام 1807 وصول الحملة الإنجليزية على مصر بقيادة ألكسندر ماكنزي فريزر إلى مدينة رشيد. وفي عام 1814 بريطانيا تدخل مع بقية الدول الحليفة إلى باريس بعد هزيمة نابليون بونابرت. وفي عام 1842 استعمال المخدر في العمليات الجراحية لأول مرة. وفي عام 1889 الانتهاء من بناء برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس. وفي عام 1991 إلغاء التمييز العنصري في جنوب إفريقيا. ومن الشخصيات التي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1853 فينسنت فان جوغ، رسام هولندي. ومن الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 2009 الفنان السوري الكبير ناجي جبر. أما هلا رح نروح لنتابع فقرة هل تعلم، لنتعرف فيها على معلومات جديدة. للتغلب على العطش خلال شهر رمضان المبارك، احرصوا على شرب كمية كافية من الماء لتعويض ما نقص من الجسم خلال ساعات الصوم. تجنب تناول الأغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الملح، البهار، التوابل، لأنها تسبب الشعور بالعطش. تناول المزيد من الخضار والفاكهة الطازجة والمنعشة التي تحتوي على سوائل يخزنها الجسم خلال فترة الصيام وتخفف من الشعور بالعطش. وأخيراً الابتعاد عن التعرض للشمس لفترات طويلة لأنها تؤدي إلى التعرق وفقدان سوائل الجسم. أما هلأ خلونا نروح لأول تقاريرنا لليوم ولمبادرة شهر رمضان. تشارك بالخير اللي عم تستمر بكل القيم والتكافل والتضامن الاجتماعي والعمل التطوعي المنظم من جمعية البر والإحسان عبر برنامج منتظم بتوزيع وجبات الطعام وسلل غذائية للفئات المستهدفة. طبعا الحملة رح تستمر كل شهر رمضان وصولا لأول أيام عيد الفطر السعيد. رح يتم توزيع ألبسة، حنكون بتفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. تشارك بالخير تستمر بكل قيم التكافل والتضامن الاجتماعي والعمل التطوعي المنظم بعدد كبير من الوجبات. خدمة الأهم والأكبر هي خدمة المطبخ. حاليا بشهر رمضان هي خدمة المطبخ اللي عم نأمن فيها الطبخ لل 2600 شخص، عم نوزعهم بمنطقة باب النيرب. أغلب الكمية عم توزع منطقة باب النيرب، هناك مستفيدين الجمعية من عائلات الأيتام، هي بالأغلب عائلات الأيتام مستفيدة من الجمعية. يعني نحن نطبخ مثلا الملوخية مثل تنطبخ بالبيت تماما، بنوعيتها وبطعمتها وبنكهتها وباللحمة أو الفريكة أو الكبسة أو أي نوع من أنواع الأكل، كله بيكون بالنكهة المنزلية. هنا في مطبخ جمعية البر والإحسان تتشابك الأيدي بعمل تطوعي لإعداد وجبات الإفطار التي تذهب لمستحقيها. صحيح أنه عم نأخذ من جزء من وقتنا مشان أنه نحن نتطوع ونشتغل للناس اللي بحاجة لوجبات الطعام هاي،
هالجزء من الوقت هاد يعني لو انه نحن بالامكان انه نكرس كل وقتنا لانه نحن نعمل يعني هالعمل الخيري هاد والله ما بنقصر. اضافة لذلك تعمل جمعية البر والاحسان عبر برنامج منتظم بتوزيع وجبات الطعام وسلل غذائية للفئات المستهدفة. بشكل شهري عم نعطي هاي الحصة الغذائية للأهل الزلازل بال190 وأيتام وأرامل بقية الأيام، يعني خلال كل شهر نعطيهم حصة للأيتام والأرامل كمان. وفي عنا كمان تشكيل حصة يعني مألفة من متماشي حضرتك شايفين، معكرونة ودبس بندورة ومعلبات وسكر ورز وألبسة أطفال وألبسة نسائية بيجامات، يعني حصة تكفي الإنسان خلال الشهر. وتستمر حملة تشارك بالخير خلال شهر رمضان المبارك مع توزيع الألبسة أيضا مع اقتراب عيد الفطر السعيد. وليد هناج، الإخبارية السورية، حلب. أما لو مشاهدينا وصلنا لأول محطاتنا لليوم، رح نحكي فيها عن الشهادات التقنية اللي صاروا كتير من الشباب بيلجأوا لها سواء مع التخصص الجامعي أو بدون التخصص الجامعي ليدخلوا بسوق العمل. اليوم رح نحكي عن أهمية هي الشهادات، وهي تعتبر دليل واضح لامتلاك الشباب عدد من المهارات وتقنيات متخصصة. يا رشا، أكيد يا ليلى. واليوم كونه سوق العمل، خلينا نقول عنه، هو سوق متغير بحاجة دائما لمهارات جديدة لتقنيات جديدة ليواكب هذا التغيير وهي العصرنة مثل ما منقول، وخاصة نحن بزمن كل يوم عم نفيق على تقنية جديدة. هل هي اليوم هي الشهادات التقنية عم تكون بوابة للشباب حتى يدخلوا سوق العمل من أوسع أبوابه مثل ما منقول، وهل هي اليوم قادرة على تعزيز هي الفرص بالعمل بسوق العمل؟ هنروح لتفاصيل أكثر مع ضيفنا لليوم، وهو الأستاذ غياث زرلي، خبير تقنة المعلومات والاتصالات. يسعد صباحك أستاذ غياث، وأهلا وسهلا بحضرتك، رمضان كريم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما عم نشوف دائما الشباب عم يتجهوا نحو الدورات التدريبية المهارات، بالإضافة يمكن لدراستهم حتى في منهم ضمن جامعتهم بمراحلهم الدراسية. خلينا نحكي اليوم عن مدى تأثير هي الشهادات اللي عم تصدرها الشركات الكبرى على فرص العمل. تمام. الشهادات الشركات الكبيرة مثل مايكروسوفت، مثل أمازون، مثل أوراكل، مثل سيسكو، بيصدروا شهادات خاصة بمنتجاتهم الكبيرة اللي فيه إلى استخدام واسع بالعالم. بالنسبة لأصحاب العمل أو الشركات اللي حابة تستخدم هي المنتجات، وجود شخص حاصل على شهادة تقنية من شركة الأم بهي المنتجات بيشجع أنه يوظف هذا الشخص لحتى يستفيد من خبراته بتشغيل المنتج التقني اللي بده اللي حابب يستعمله. اذا في ترابط بين الشهادات التقنية وفرص العمل. نعم. اضافة طبعا انه بالنسبة للافراد او الشباب. نعم. اللي بده يتقدم على وظيفة معينة، في لهي الشهادات وصف معين، وصف وظيفي بيساعد الـ HR بالشركة انه يحط له وصف لهذا الوظيفة ويطلب وظائف ويحلل المهام اللي لها علاقة بهي الوظائف. طيب استاذ غياث، وقت نقول مهارات عم يمتلكها الشباب، هل اليوم هي المهارات عم تعزز فرص العمل بسوق العمل عند الشباب، او هل الشهادات التقنيه عم بتعزز المهارات عند الشباب؟ لاي درجه ممكن؟ بالنسبه لاصحاب العمل او خلينا نقول الشركات اللي حابه تعمل شراكات مع الشركات الكبيره، تطلب من ضمن المتطلبات هي الشركات الكبيرة أن يكون عند اللي طالب يحصل على شراكة معينة مع أنه يكون في عنده عدد معين من الموظفين حاملين الشهادات التقنية صادرة عنه. فبناء على أو حسب عدد الأشخاص والشهادات اللي حاملينها بيرتفع مستوى هذا الشركة، خلينا نقول عند الشركة الأم ممكن يعمل له مثلا انه هذا معه شراكة ذهبية جولدن بارتنر او بلاتينيوم بارتنر او القصص هي بناء على عدد الشهادات اللي حاملينها الموظفين عنده. فبيسعى دائما اصحاب الشركات انه يستقطبوا
موظفين عندهم شهادات تقنية مشان يرتفع مستواهم. بالنسبة للأشخاص أو خلينا نقول أنا كشخص عادي خريج أو بدي أتخرج من الجامعة، إذا أنا بدي أحصل على شهادة تقنية معينة بيتطلب مني أني أدرس منتج معين أو أتعلم مهارات معينة بالخطوط العريضة كلها تبعها بمنهاج واضح، أخضع على امتحان عند الشركة الأم نفسها أو بطريقة أو غير مباشرة، عادة بيحصل الشخص على هي الشهادة اللي بتعني أنه صار عنده المهارات الأساسية بالتعامل مع منتج كبير. هاي بالنسبة عم نحكي لشخص هلأ مثلاً بده يدخل بسوق العمل. بالنسبة للأشخاص القديمين بتعرفي دائماً المعلومات عم تتطور وعم يظهر في تقنيات جديدة. إذا كنت أنا مثلاً متخرج من الجامعة صار لي 10 سنين، فمعلوماتي التقنية بتكون صارت قديمة، طلع شغلات جديدة. الحصول على شهادات تقنية بيتطلب من هذا الشخص انه يدور ويسعى ويحصل على احدث المعلومات لحتى يقدر يحصل الشهادة التقنية، فبيساعده انه يحدث معلوماته. تمام. اليوم اذا بدنا نقول هاي الشهادات التقنية او المهارات اللي بيتبعها الفرد اليوم، هل هي بتغني عن الشهادة او عن التخصص الجامعي، او هو اذا فات وعمل هاي الدورات وصار عنده هاي المهارات وقادر انه يدخل على سوق العمل بدرجة انه مقبولة بدون ما يكون معه تخصص جامعي او شهادة جامعية؟ ممكن تغني بحالات. ممكن احيانا الشخص ما يشتغل عند شركه، يشتغل طريقه العمل الجديده اللي بيقولوا لها فريلانس، بتكفي اذا عنده شهاده تقنيه وبتعزز موقفه بالنسبه اذا بده يشتغل بشكل مستقل خلينا نقول. اما بالنسبه للشركات الكبيره مثل جوجل بلشت انه ما بقى تطلب شهادات التعليميه التقليديه، تتطلب مهارات، واكيد الشهاده التقنيه بتعني انه يمتلك حد ادنى خلينا نقول او حد معقول من المهارات انه خلينا نشوفه خلينا نجربه خلينا فهي احيانا بتغني احيانا بتكون مكمله، واحيانا بالشركات القديمه ممكن يطلبون سوا. طيب استاذ، وقت بيكون في تقديم على سي في لاي شركه، طبعا المهارات توضع بخانه جدا مهمه بقلب السي في. اليوم بنشوف انه ارباب العمل عم بيروحوا او عم يصير جذب لهدول الاشخاص اللي عندهم شهادات تقنيه، اكيد اليوم في تاثيرات ايجابيه على مسير العمل، وحضرتك ذكرت يعني هاي القصه، ولكن اذا بدنا نركز اكثر على العوامل اللي ممكن تاثر ايجابيا بالاشخاص اللي حاملين هدول الشهادات والمهارات بسير العمل. بالنسبة لسير العمل للأشخاص اللي حاملين الشهادات، الحصول على الشهادة مثل ما ذكرت بيطلب أنك تعرفي الخطوط العريضة. الشهادات إلى مدة صلاحية، يعني عادة عم تجي هدول الشهادات التقنية بصلاحية بين 2 أو 3 سنين، فبتدفع الحامل هاي الشهادة إذا بده يضل محتفظ فيها أنه يضل يواكب المعلومات والتطورات اللي عم تصير بهالمجال، يسكر كل شيء ثغرات عنده بهذا المجال. فكتير بتساعد انه يضل الشخص مستمر مواكب للتطورات ويبقى منافس خلينا نقول بسوق العمل وبناء على اخر تطور واصلين له. تمام استاذ، خلينا نحكي شوي عن التحديات اللي ممكن يواجهوها الشباب خلال حصولهم على الشهاده، او في حال حابين يتقنوا هي الدورات او المهارات ليحصلوا على هي الشهادات. بالنسبه للشهادات يمكن اصعب التحديات فيها هي موضوع الكلفه، هي كلفتها يعني ما لها قليله، اضافه لانه بتتطلب مده تحضير احيانا بالاشهر، يعني ما لها قليله معتبره المده. بالاضافه انه نحن كسوريين في عقوبات على الشعب السوري، الوثائق السوريه ما بتكون مقبوله، الارقام السوريه ما بتكون مقبوله، اذا بيشوفوك على الشبكه السوريه اكيد مالك مقبوله. فهذا الموضوع بيعقد شوي الامور. اكيد في حلول لكل شيء ذكرته،
بس يعني بتصير الأمور أصعب شوي. طيب إذا بدنا نحكي عن خصائص هي الشهادات بسوق العمل وتأثيرها بشكل مباشر، إن كان على الفرد أو كان على القطاع العام، إحنا بالنهاية اليوم رايحين اقتصاد عم نحكي، شو تأثيره اليوم هذا التنوع؟ يعني كل ما كان هذا الشخص يمتلك تنوع بالشهادات التقنية. تمام. بالنسبة لتنوع الشهادات التقنية، حاليا عم يصير في مستوى تخصص أعلى مما كان قبل. صار في عنا ناس مثلا مختصين بالشبكات، ناس مختصين بقواعد البيانات، ناس مختصين بالبنية السحابية إلى آخره. ما عادت الأمور مثل أيام زمان أنه في شخص واحد بيشتغل كل الشغل. من ناحية بيكون على مستوى المعلومات عنده بيقدر ينفذ المهام المطلوبة منه بكفاءة أكبر. فهذا الحكي بيخلي أنه لازم أنا يكون في عندي خلينا نقول مراكز وظيفية لكل شخص من ولكل نوع من أنواع المهارات. بالنسبة لخلينا نقول للشخص اللي عم يحصل على هاي الشهادة، الشهادة هي بتمثل مثل مشروع أو هدف. لحتى يحصل عليها لازم يكون بيخطط لهذا الهدف ويسعى له، يحصل على تدريب معين، يحصل على مهارات معينة. هاي المهارات أحياناً بتطلب أو بتخليه يحتك بأشخاص بيشتغلوا بهذا المجال، بيخليه أنه يتعامل مع تحديات ما سبق مرت عليه بعمله الحالي. بالأخير بيعمل بيحصل على مهارات أثناء رحلته لحتى يحصل على هاي الشهادة. بحد ذاتها ما لها علاقة مباشرة بهاي الشهادة، بس هي لها أهمية بالنسبة لهذا الشخص، بتساعده لحتى يترقى وظيفيا وبتعطيه مهارات ما كانت قاصد أنه يحصل عليها أصلا. تمام. اليوم إذا بدنا نحكي عن أهم المهارات أو أكثر المهارات أو الدورات التدريبية المطلوبة اليوم بسوق العمل اللي لازم يتبعوها الشباب، أو أكثر شيء مطلوب اليوم بسوق العمل بالنسبة لمواضيع اللي لها علاقة بسوق العمل المباشر، في تنوع وكثير يعني المجالات واسعة. على سبيل المثال إذا كنا عم نحكي بعالم الاي تي مثلا، في الشغلات اللي لها علاقة بتطبيقات الموبايل والويب مطلوبة كثير، بتحتاج مدة تدريبية معينة عادة ما بتكون طويلة. في تخصصات تانية مثل قواعد البيانات مثلا أو الشبكات أو أمن المعلومات تتطلب مدة تدريبية طويلة، وأنه يخضع الشخص لدورات كثيرة لحتى يبلش ينطلق بهذا المجال. خلينا نقول على الواقع تختلف المدة التحضير للدخول بهذا المجال، كل واحد حسب الرغبات وين بيلاقي حاله انه بيتميز اكثر بيروح على الطريق اللي بيلاقي. صحيح. ويمكن اليوم استاذ اي حدا بيكون عنده او بيمتلك هدول الشهادات التقنية، كمان الاحتكاك والعمل ضمن سوق العمل عم بيزيد من خبرته، عم يعطي خبرة جديدة بالتواصل وباستخدام هاي المهارات بشكل صحيح. اليوم اذا هدول الشباب والصبايا حبوا يروحوا للشهادات التقنية، اليوم في نصائح من حضرتك للتأسيس الصح، شو هي اهم النصائح؟ اول شيء بده يكون الواحد حاطط هدف. يعني شو هدفك من خلينا نقول أهدافه بالنسبة للعمل؟ وين شايف حاله إنه بده يكون؟ هو شو حابب يشتغل بالضبط؟ بناء عليه بيبحث عن أهم الشركات أو أهم المزودين خلينا نقول لهي المهارات. بيروح بيدرس المهارة اللي بتناسبه، بيسعى إنه يحصل على شهادة. إذا قدر يحصل على شهادة من الشركات الأم فخير، يعني إذا ما قدر يحصل على شهادة من الشركات الأم في مستويات أقل الحصول عليها أبسط، مثل مثلا شهادات الحضور اللي عم تقدمها مواقع التدريب مثل كورسيرا ويوديمي. لينكد إن كمان بتعطي شهادات حضور، أحيانا بتعطي شهادة مكتوب عليها أنه خضع لتدريب مدته مثلا 30 دقيقة أو 45 دقيقة، عم يعطوا شهادة فيها.
تماما. هذا السؤال اللي اسالك اياه انه دورات يوم يومين او دوره اسبوع، هل هدول الدورات فعلا لهم فائده ام لا، او حسب الشخص اللي عم يدرب او حسب الفائده يمكن اللي موجوده بهذا الكورس؟ بالنسبه لمده الدوره على سبيل المثال بمجال قواعد البيانات، اطول دوره مدتها 5 أيام عمل كامله، 40 ساعه. ورشه عمل هي مو دوره تدريبيه، فينا نقول هي بين الدوره، يعني بيكون فيها جزء نفسه انه تدريبي وبيكون فيها جزء انه ورشه عمل. هلا الطريقه هي اللي بتصير حجم المعلومات اللي كتير كبير مضغوط بمده زمنيه معينه، لا يعني انه انت بكفيكي 5 أيام لحتى تتعلميها تماما. ممكن تطلب اكثر من هيك بكثير، يعني التدريب لحتى يقدر الواحد يكتسب هاي المهارات. احيانا بيكون في مثل ما ذكرتي شهادات عم تعني انه حضر الدوره لمده نص ساعه او ساعه. اثبات وجود استاذ اليوم. هلا هي يعني خلينا نقول انه احسن انه يكون عندك اياها ولا ما يكون عندك اياها. بدنا نشكرك اليوم لحضورك الاستاذ غياس زرلي خبير تقنيه المعلومات والاتصالات، شكرا لحضورك وموفق بيومك. شكرا لحضورك لنا معنا والتوفيق لكل الشباب. نحن مكملين بفقراتنا الصباحيه، ومثل ما تعودنا كل نهار سبت حنروح لعند المتنبي الجوي حسان الجردي لنعرف اكثر كيف حيكون طقسنا، وخاصه الليله لنا يومين هيك عم بيقولوا عم نشم ريحه الصيف. تماما، الاسبوع الماضي كان برد كثير، هدول اليومين شوب نتعرف اليوم. صاروا الاربعه كانوا بهدول الاسبوع، بس احلى نبلش نحس بالدفء. أكيد. يسعد صباحك أستاذ حسان. صباح الخير. يسعد صباحك يا هلا. يسعد صباحك. عرفنا على أحوال الطقس، مثل ما شفنا الأسبوع الماضي كان كتير انخفاض بدرجات الحرارة، ولا مبارح واليوم ارتفاع بدرجات الحرارة، نحكي عن درجات الطقس المتوقعة للأيام القادمة، وأيضا هل في منخفضات ودرجات الحرارة للمحافظات السورية؟ شكرا لك. بداية صباح الخير من جديد. صباح الخير. السورية الكادر اللي عم يرافقنا هلا بشكل عام بالنسبه لاحوال الطقس خلال ال 24 ساعه القادمه، وفكره عن حاله الطقس خلال هذا الاسبوع. هذا الاسبوع مختلف تماما عن الاسبوع الماضي، مثل ما تفضلتي وذكرتي. الاسبوع الماضي كنا عم نتاثر باجواء غير مستقره، انخفاض بدرجات الحراره، نشاط بسرعه الرياح. كانت الاجواء كثير يعني مع حالات من الهطول المطري في مختلف المناطق. هذا الاسبوع لا، حاله من الاستقرار، على الرغم انه اليوم ومبارح كان في عندنا حالة عدم استقرار خفيفة عم تأثر على المناطق الجنوبية والقلمون، بتؤدي إلى هطولات مطرية بالقلمون تحديدا بهذه المناطق بأجزاء من الجنوب. هلا بشكل عام اليوم درجات الحرارة عم تكون أعلى من المعدل، بتضل من 3 إلى 6 درجات مئوية بأغلب المناطق على امتداد الجغرافيا السورية، والجو عم يكون بشكل عام غائم جزئيا إلى غائم أحيانا تحديدا فوق المناطق الجنوبية والقلمون، مع بقاء الفرصة بإذن الله تعالى لهطل الزخات من المطر فوق هذه المناطق. بشكل عام الاجواء السليميه عم تضل مستمره بالمناطق الجنوبيه والشرقيه والباديه السوريه. الرياح عم تكون شماليه الى شماليه غربيه في المناطق الشرقيه والجزيره، وشماليه الى شماليه شرقيه في باقي المناطق، خفيفه الى معتدله السرعه مع هبات نشطه خاصه بالمرتفعات الساحليه. بحر خفيف ارتفاع الموج. بشكل عام هذا الاسبوع حيكون اجواء مستقره، اجواء ربيعيه دافئه، حرارات اعلى من المعدل. بكره درجات الحراره بترجع بتميل للارتفاع من جديد، حرارات أعلى من المعدل من 4 إلى 7 درجات مئوية، أجواء ربيعية دافئة صحي بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة والأجواء السدينية بالمناطق الشرقية والبادية السورية. تستمر الأجواء المستقرة والصحوة مع الحرارات الأعلى من معدلاتها في أغلب المناطق بنحو 2 إلى 4 من 4 إلى 7 درجات مئوية حتى نهاية الأسبوع تقريبا بإذن الله تعالى. إذا الأجواء الربيعية المستقرة الدافئة إلى الحارة نسبيا والصحوة هي سيدة الموقف خلال هذا الأسبوع. هذا الأسبوع هنلاحظ طقس ربيع بامتياز بأغلب المناطق، حرارات رح تكون مرتفعة خلال ساعات النهار، وأجواء نشعر بدفئها خلال ساعات الليل بأغلب المناطق. والأجواء السدينية هي الشيء الوحيد اللي بنحذر فيه هذا الأسبوع تحديدا بالمناطق الشرقية وبالبادية السورية، والتي تؤثر سلبا على مدى الرؤية الأفقية. بشكل عام الحرارات المتوقعة بدأ من العاصمة دمشق اليوم 26/12، القنيطرة 24/9، القلمون المرتفعات الجبلية 18/6، درعا 27/12، بالسويداء 24/11، المنطقة الوسطى حمص وحماه 26/13، منطقة الجزيرة محافظة الحسكة 25/8، بالساحل السوري اللاذقية وطرطوس 25/15، بالشمال حلب وإدلب 25/10، دير الزور الرقة البوكمال المنطقة الشرقية 28/13، واخيرا بالباديه السوريه مدينه تدمر 26/12. اجواء ربيعيه مستقره دافئه
إلى حارة نسبيا هي سيدة الموقف خلال هذا الأسبوع. شكرا لك أستاذ حسان وبقية نهار حلو لك. شكرا. مثل ما عرفنا رشا أجواء دافئة أجواء ربيعية بقية هذا الأسبوع أكيد. أما هلا مشاهدينا رح ننتقل لتاني فقراتنا لنحكي عن طقوس رمضان، هي الطقوس الجميلة اللي كنا نحبها. هي الرموز اللي عشنا عليها ليلى بين الماضي والحاضر، ناس فقدت اليوم، صرنا نقول اسأل الله وقت اللي كنا نفطر سوا، اسأل الله وقت اللي كانت السكبة تصل، اسأل الله وقت اللي كنا نوقف على البلاكين ننطر مدفع رمضان وننطر صوت المسحراتي بالليل. هدول الرموز والطقوس قد ما تغيرت الظروف وصار أمور في سوريا ولكن بقت بالذاكرة، هي رموز متعلقة بهذا الشهر وكل حدا فينا أكيد بحن لها يا ليلى. تماما رشا، اليوم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع، هي الطقوس الرمضانية اللي فعلا خصوصا المسحرات كمان مثل ما ذكرتي كنا فعلا ننطره ويمكن لهلا منحس بهي الروحانية بس نسمع صوت المسحرات اليوم، والسكبة اللي كانت الزيارات العادات يمكن لساتها موجودة بس خفت ما بقى مثل قبل. هلا رح نحكي اكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو الدكتوره نجلاء الخضراء الباحثه في التراث. يسعد صباحك دكتوره. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. رمضان كريم. رمضان صباح الخير دكتوره ورمضان كريم عليكي. كنا عم نحكي انا وياك انه اليوم ناس فقدت لهي القصص وقلتي لي ولو تمسكنا بهدول الرموز يمكن بكفينا بالوقت الحالي الا ما ترجع الايام ونرجع مثل ما كنا. اذا بنرجع بذاكرتك للذاكره الرمضانيه، الذاكره السوريه اللي نحن تعودنا عليها. بدنا نحكي عن السحور، حكيتوا عن السحور، نحكي عن نبدأ بالسحور. السحور من كلمة سحور جاي من كلمة سحر وهو الطعام، طعام السحر. نعم. السحور هو اللي بيميز، يعني هي وجبة بتميز شهر رمضان، بتميز صيامنا. ما في منا هاي الوجبة إلا بهذا الشهر الكريم. هي وجبة مباركة. عدم تناولها ما بلغي الصيام ولكن سنة بتقوي الصايم على صيامه، بتعطيه طاقة، بتعطيه، بتشحنه ليكمل نهاره بدون ماء بدون غذاء. أيضا هي فيها بركة لأنه بتعطي قوة للإنسان اللي بيقوم بتسحر، بتعطي قوة بيقوم بيروح على الجامع بيصلي الفجر حاضر. أيضا هي بوقت السحر يعني وقت الاستجابة، وقت الذكر، وقت قراءة القرآن أفضل وقت للاستجابة. كل هذا بيعطي بركة للصائم بهذا اليوم. من أفضل الأغذية اللي بنتناولها على السحور هي التمر. التمر بيعطي نشاط خاصة إذا تأخذت بشكل فردي، إذا بحبات يعني بعدد فردي تأخذت الحبات. آخر الدراسات أثبتت أنه تناول التمر بعدد فردي بيعطي قوة أكثر، بيعطي كربوهيدرات أكثر للجسم، وبالعكس تناولها بشكل زوجي بيعطي طاقة، طاقة السكريات السلبية. نعم، الطاقة السلبية اللي بتعطي خمول، بتعطي تعب، بتعطي يعني شحنات سلبية للجسم. أيضا احنا متعودين ببلادنا تكون وجبة السحور عندنا وجبة خفيفة على النواشف، يعني في غير بلاد بياكلوا الطبخ وبياكلوا على حسب البيئة اللي احنا عايشين فيها. احنا بيئتنا معتدلة، جو حلو، مانا حار كتير، فمنتسحر على شيء خفيف، النواشف، الألبان، الأجبان، مع الوجبة الغذائية اللي هي التمر. وطبعا معروف خبز المعروك على السحور عنا وجبة رئيسية لأنه محشو بالتمر. تمام. اليوم كونه عم نحكي عن السحور وطقوس السحور، اليوم المسحرات له رمزيه كثير عنا خصوصا يعني بسوريا، ليش المسحر اخذ هي الرمزيه؟ ليش اخذ هذا التميز؟ خلينا نحكي شوي عن المسحرات. حقيقه المسحر هو شخص محبب للصائمين، هو شخص هيك بيونس الصائم بليل رمضان، صوته بالليل بيعطي بيصحي الصايم على ذكر الله. ايضا هو ونيس الاطفال، الاطفال بحبوا صوته بفيقوا على صوته. المسحر ما كانت مهنته او دوره هو بس ايقاظ الناس. المسحر هو كان يفيق الناس على السحور، يذكرهم
يعني فيقن على ذكر الله، اللي بسمع صوت المسحر لا شعوريا بيقوم بيردد وراء الذكر والابتهالات والأناشيد اللي عم يذكرها. أيضا المسحر كان مثل اليوم مؤسسة اجتماعية، كان يعرف مين الفقير ومين الغني بالحارة، يعني هاي كانت شغلته، ويأخذ من الأغنياء وينقل إلى الفقراء. المسحر كان له طوفتين باليوم، الطوفة الأولى كان يأخذ فيها يحمل سلته ويأخذ فيها الطعام الإفطار من البيوت الأغنياء إلى بيوت الفقراء، والطوفة الثانية هي وقت السحور. طبعا يعني شكل المسحر معروف، بزي التراثي سواء الشروال أو القميص والصدرية أو الإنباز أو الجلبية، يحمل السلة، يحمل كان الفانوس، كان يرافقه كمان بالفترات القديمة السابقة يرافقه حدا حامل له الفانوس عم يساعده ابنه، والعصاي اللي بدق فيها على البواب ليفيق الناس، وهو بين الماضي والحاضر تماما، هو عم ينادي بأسمائهم ويفيقهم بصوته الجميل اللي كان يعني يدخل على القلب مو على الأذن. صحيح. كمان المسحر صار بعدين صار كار، يعني صار يعلم أولاده هاي المهنة، يمشي ابنه معه ويعلمه إياها لحتى يورثها وراثة لهاي المهنة، حتى أصبح كار يتناقله الأجيال. طيب اليوم هذا الكار هو تطور، خلينا نقول بالمسحرات، هل كمان صار تطورات أخرى؟ يعني إحنا يوم بجوز بلشنا بهذا الطقس الجميل، إذا بدنا نرجع هيك شوي للأعوام كتير قديمة، خلينا نقول فينا نحدد اليوم تاريخ لبدء هذا العمل؟ بداية من بدي أرجع لك من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يعني أمر الرسول بإيقاد شعلة بوقت السحور ليعرفوا الناس أنه اقترب وقت الصيام أو الإمساك، فيبدأوا يشربوا أو يأكلوا لحتى يجهزوا حالهم للصيام. بعدين أمر بالآذان، فكان ابن مكتوم يأذن للسحور ويخبر الناس باقتراب وقت أذان الفجر. بالعهد العباسي انتبه الوالي عقبة ابن إسحاق انه ما حدا عم يعني ما عاد حدا انتبه لوقت السحور، فقرر ينزل بنفسه ويدق على الأبواب ويوقظ الناس، وهو عم يقول يا عباد الله تسحروا فإن في السحور بركة. بعد ما أخذ هاي الوظيفة هو الوالي، أصبحت وظيفة لجنود الخلافة يعني يتوكل فيها أحد الجنود، وبالقرن 18 أصبحت وظيفة إلى شخص مسؤول عنها، خاصة بعد توسع المدينة صار في أشخاص وكل شخص له مطافات خاصة فيه ما يتعداها، وإذا تعداها صار في مشاكل بين المسحراتية، يعني هون كان تماما ما في حدا بتعداها على حدا، ومثل ما قلنا قبل شوي إنه هذا المطاف يورثه لأولاده ولأحفاده. تمام. اليوم إذا بدنا نحكي عن الطقوس، الزيارات، هي العادات والتقاليد القديمة، خلينا نحكي عنها بين الماضي والحاضر. هلا إذا بدنا نبدأ مثلا بأول رمضان، معروف بتبدأ الزيارات من أول ما يضرب مدفع رمضان ويعلن عن رمضان، بتبدأ الزيارات بعد صلاة التراويح والمعايدات والمباركات. طبعا بيبدأوا الرجال ببيوت الكبار، أكبر رجل بالعائلة، وبعدين بتنقلوا، خلص الليل مضى الوقت، في عنا أسبوع كامل لهاي الزيارات، بتنقلوا من بيت لبيت للمباركة والمعايدة. بالنسبة للنساء بتبدأ زياراتهم بالأسبوع الثاني، بيكونوا ركزوا بيتهم، زبطوا وضعهم وبدأت الزيارات بالأسبوع الثاني، كمان بيبدأوا بتنقلوا. المرأة السورية متعودة تكون زياراتها صبحية،
برمضان بتكون زياراتها بوقت متأخر قليلا يعني نعم. قبل العصر بشوي قبل وقت مطبخها بتروح بتعمل زيارتها بتبارك لأقاربها لجيرانها لأهلها وبترجع على البيت قبل العصر حتى تبدأ أعمالها بالمطبخ. أيضا في زيارات المساء هاي إما بتكون تتمة للعزايم الإفطار وقت الإفطار نعم إما بتكون تتمة نكمل السهرة أو إنه بتبدأ بعد الفطور بعد صلاة التراويح. طبعا هي السهرة إلى نكهتها الخاصة بحلقوا السهرانين حول مائدة الحلوى اللي هي مليانة بالقطايف والكنافة والناعم وما إلى هنالك. طبعا احنا حلوائياتنا معروفة بالحشوة تبعها بالقشطة والمكسرات. بعد هاي السهرة بهاي السهرة بيقضوا الوقت بالألعاب مثل لعبة البرسيس الشطرنج أنا عم أحكي رجال ونساء. ممكن تكون الجلسات خاصة نسائية أو رجالية أو ممكن تكون إذا يعني أسرة واحدة بتكون السهرة مختلطة يعني مع الجميع. أيضا بيقضوا السهرة بتبادل النكات وتبادل الفوازير تبادل القصص والحكاية. عادة القصص النسائية بتكون عن البيضة والسمرة أو السلايف أو الضراير أو الحماية والكنة يعني هاي الأمور اللي بيحكوا فيها والأطباق الرمضانية وشو بدنا طبخنا اليوم شو بدنا نطبخ بكرة. بالنسبة للرجال بتكون المباريات الشعر مثلا هاي حول الأبناء والأحفاد والأجداد بتكون حول العمل مشاكل الحارات صحيح. اليوم صار هيك صارت المشكلة الفلانية بالحارة يعني بيعدوا بيحلوا مشاكل الحارة أو بتحدثوا حول مشاكل الحارات أو بتكون بخصوص الحرف والعمل اللي بيقوموا فيه. يعني كلامك بدنا نقول مو بس اسأل الله كتير يعني هدول القصص يعني للأسف اليوم صار تواصل عم نكون عبر التواصل الاجتماعي. يمكن اليوم المبارك بشهر الكريم أو بالعيد أو بأي مناسبة عم تروح بمسج يعني مختصر اليوم ما فينا نلوم الناس كمان الظروف شوي صعبة الظروف اللي مرقت فيها سوريا كمان أثرت أكيد على علينا. يعني إذا ذكرتي كلمة إنه بيقعدوا بيحكوا شو بدنا نطبخ بكرة شو بدنا نعمل اليوم دائما في معروف إنه في بعض المناطق بتبلش بأكلات اللبن خلينا نقول بالأيام الأولى من الشهر الكريم. شو هي أهم الأكلات اللي دائما هي بتحسي إنه رمز من رموز الشهر الكريم؟ هلا هي اكلات اللبن هي رمز ل يعني بتمنوا فيها انه يكون الشهر كريم عليهم بتمنوا فيها انه يكون ايام بيض عليهم يعني بتمنوا الخير هو دلالة يعني نعم ايه هي دلالتها الصفاء النقاء فهيك بحبوا الشهر هيك يبدا معهم ويستمر عليهم مثل الكوسه بلبن الششبرك الكبة بلبنية هي الأكلات كلها المناسف أحيانا بالدير بعملوها هي الأكلات كلها بيحبوا تكون أيضا هي رطبة للصائم يعني بفضلها الصائم لأنها بتكون رطبة. يمكن إذا بننزل نشتري بالبداية بأول أيام رمضان اللبن إذا بدنا لبن لازم نوصي عليه من أول نهار لأنه إذا تذكرنا العصر أو الظهر ما رح نلاقي لبن بالأسواق ما بتلاقيه بيكون خلص لأنه يعني الطلب عليه كتير. أيضا بالنسبة للمرأة بتحب تشكل بالمائدة لأنه عائلتها يعني فقدوا كتير من العناصر الغذائية أثناء صيامهم فهي بتحب تكون مائدتها مليئة أو مكتملة العناصر الغذائية. بنلاحظ عليها المرطبات الخضروات اللحومات النشويات والبقول يعني بتحاول تكون مكتملة العناصر الغذائية لتعود عائلتها وأسرتها كل ما فقدوا بهذا النهار. أيضا كمان بتحب تزيد من كمية طبختها بتعمل حصة لجارتها بتعمل حصة للمسحر كانت وبتعمل حصة لموائد الرحمن هذا كله بتحسب له حساب ومنلاقي كان نحكي عن الأطباق يعني في ناس بيقولوا لك قبل ربع ساعة من الأذان كانت الأطباق تمشي مو بني آدمين اللي يمشوا أطباق
الطعام هي اللي تمشي. نعم احيانا يكون الجار طابخ، يمكن هي السكبه اللي بتصله من الجيران ما قدته مثل ما بيقولوا بتعمر. ونحن اليوم ما عم نحكي عن سكبه صحن اكل، في اكيد لها معاني كثير مهمه انسانيه بين الجيران. واهم شرط بهي السكبه انه صحن او الطبق ما بيرجع فاضي، لازم يرجع مليان. تماما. يا ترى هي الطقوس لساتها موجوده او خفت عن قبل هي الطقوس؟ هلا هي خفت بما انه الاوضاع صارت ابعد شوي، ولكن ما زالت يعني ما حدا بيقدر ينكر الموضوع، ما زالت موجوده وما زالت المراه بتتذكر جارتها بهذا الطبق وبتتذكر اهلها، يعني بس داء النطاق قليلا. طيب اليوم اطفالنا يمكن ما شهدوا هدول الرموز اللي نحن عشنا عليهم واللي تعلقوا بذاكرتنا، يعني بتجيب الطفل بتقلي له مسحراتي، بتقلي له مدفع رمضان، بيقول لك شو هات. يعني اليوم نحن كيف قادرين نخليهم يعيشوا هدول الطقوس ضمن الامكانيات المتاحه كرمال هذا يعني الجيل يتعود شو عاش الجيل الماضي؟ الحقيقه هو كان رمضان فسحه للطفل، يعني كان حريه هيك انطلاقه للطفل. فينا نعمل هالانطلاقة حاليا. يعني إذا بدنا نحكي عن السحور، أنا بحب الطفل، يعني هاي عم أحكي بسبيل إحياء هاي الرموز وهي الطقوس. مثلا السحور بفضل أنا أنه الطفل يصحى مع أهله مع على السحور حتى من عمره صغير، يعني من عمر السنة والسنتين، لحتى تخلق في عنده هي الحالة الروحانية تبع السحور. نعم، ويتعود على السحور حتى لو هو ما بده يصوم، هو يشارك أهله بالسحور، فهو بتعطيه حالة من أنا إمتى بدي أصوم، أنا إمتى بدي أصير زيكم، ليش ما فيقتوني اليوم على السحور، ليش شرب وحده علي اليوم السحور. ايضا بدي احكي عن فطور درجات الميدنة للطفل. كانوا زمان يصوموا الطفل من الاذان الى الاذان، يعني يبداوا معه انت اليوم صايم لاذان الظهر، بعد اذان الظهر بفطر، او اليوم انت اللي اكبر صايم لاذان العصر، وحتى يقدر يستمر بالصيام إلى أذان المغرب. وأحيانا كانوا يقسموا لهم الشهر إلى ثلاث أقسام، أول عشرة أيام بفطر على أذان الظهر، ثاني عشرة أيام بفطر على أذان العصر، وآخر عشرة أيام بفطر مع أهله على أذان المغرب. أيضا في كيس يعني كتير حلو اليوم الأم تعمله لطفلة، كانت الأم تخيطه بإيدها وتجهزه للطفل قبل رمضان، تسلمه اياه اول يوم رمضان. هذا الكيس شو مرق عليه حلويات، شو مرق عليه اكلات طيبه طول النهار، هو ما قدر ياكلها بيخبيها بهذا الكيس لحتى يعني يجهزها او يخبيها لنفسه، انه ما راح عليه شيء، يعني ما تفكر بصيامك، انت بصيامك روحت اكلاتك، كل الاكلات اللي بمرقوا عليك خبيهم بهذا الكيس لحتى تفطر. بعد الفطور بفتح الكيس هو واخواته، بيعملوا قعده لحالهم مثل سهره رمضانيه من هي السهرات اللي كنا عم نحكي عليها. وعلى فكره كان الطفل سابقا يخبي من هاي الاكلات اللي بكيسه للمسحر، بس يطلع المسحر بالليل يطلع يعطيه هاي الاكلات، لانه فعلا هو المسحر كان صديق صديق الطفل. بنحكي كمان عن المدفع، والطفل كيف كان يركض ورا المدفع، يركض قبل الأذان يطلع، يعني بيكون المدفع بمنطقة عالية، يطلع الطفل بس لحتى يشوف الأذان المدفع وينزل يلحق فطوره مع أهله. أكيد بدنا نتشكر حضورك، ويا رب دائما هي الطقوس ترجع مثل ما كانت قبل، ودائما الأمن والأمان لبلدنا سوريا. شكرا لحضورك معنا. شكرا لكم. شكرا شكرا دكتورة نجلاء، ورمضان كريم عليك، وإن شاء الله هيك الله كريم نرجع نعيش مثل ما كنا. أهلا وسهلا فيك. أما هلا رشا رح نروح لمحافظة اللاذقية، 160 طفل وطفلة بتجمعهم احتفالية أوركسترا حلم تحت عنوان الأم وطن والوطن أم، على خشب دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية. تفاصيل أكثر رح نتابعها بهذا التقرير. 160 طفلا وطفلة تجمعهم احتفالية أوركسترا حلم تحت عنوان الأم وطن والوطن أم على خشبة دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية. الحقيقة أنا تأثرت كثيرا فيما قدم، لأن ما قدم هو
كان عبارة عن مزيج ما بين حب الأم، حب الوطن، تقدير وتقديس المعلم، تقدير وتقديس الشهادة، القيم الوطنية جميعا. دائما نثبت أننا في منظمة طلائع البعث نحن شركاء حقيقيون مع كافة الجهات المعنية بالعملية التربوية. أطفال يغنون، يمثلون، يرقصون، يعبرون بكل فرح عن الأم السورية التي قدمت الغالي والنفيس في سبيل أن يحيا الوطن. اليوم أوركسترا حلم تجسيد حقيقي لأحلام أطفالنا ولما تعيشه سوريا وما عاشته في هذه المرحلة السابقة العصيبة، واليوم وضعوا أقدامهم على طريق المستقبل. هذه الأوركسترا جعلتنا نشعر وكأننا فعلا في حلم. صمدنا، سنصمد أكثر، سنبني جيل قادر على أعمار سوريا إن شاء الله بغنائنا بكافة تفاصيل العمل، بحيث أننا نعيد بناء الإنسان والطفل السوري. فرقة أوركسترا حلم لطلائع البعث باللاذقية التي تضم كافة الأطفال الموهوبين في المحافظة، إن كان عزف ولا غناء ولا رقص تعبيري ورقص فلكلور شعبي، بالإضافة إلى كورال كبير. فقرات فنية متنوعة لمواهب من فرع طلائع البعث في اللاذقية. وهيدا العرض هو هدية لكل أمهات سوريا، وإن شاء الله يعجب الحضور هاي الهدية. هاي أول مرة بشارك مع الأستاذ غزوان، وهي بهدي هاي العرض لكل لأمي ولكل أمهات العالم. أنا بهدي هيدي لكل لتاتا وماما ولكل الأمهات. نحن إجينا اليوم على أوركسترا حلم لحتى نهدي هذا الاحتفال لكل أم وسورية ولكل معلمة سورية ومعلمة. حبيت شارك بهالعرض، كثير حلو، كثير مبسوطي. بنسختها الرابعة أوركسترا حلم تبرز المواهب المبدعة في مجال الموسيقى والغناء، وتسهم في تنمية وصقل خبراتهم نحو مزيد من النجاح والتألق. وبنهاية فقراتنا الصباحية أكيد لمساحة الخير والعطاء، مساحة بالشهر الكريم بحياتنا. كل حدا فينا قبل شهر رمضان بيشعر أنه إذا قدم أي مساعدة لطفل عائلة محتاجة، أنه هذا الشيء كتير مهم بحياتنا وإنساني وجبران خاطر للآخر. فكيف اليوم نحن بشهر الخير وشهر العطاء؟ وبشهر الخير أكيد أهل الخير بيزيدوا، واللي نحن دائما يا ليلى متعودين على هذا المجتمع السوري اللي أثبت كتير عدة مواقف وأزمات بهي تماماً يا بهي النخوة، خلينا نقول تماماً. المجتمع السوري غني بفاعلين الخير، والتكافل الاجتماعي دائماً بكل الأشهر وبكل الأيام كتير مهم عمل الخير. لما شخص بيقدم خير، بيقدم مساعدة لشخص محتاج، لطفل، بيرسم بسمة على وجه طفل أو شخص محتاج، هذا الشيء كتير مهم. فكيف بهذا الشهر الفضيل؟ اليوم رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع. بصيرنا نرحب بالآنسة لما بدران، المنسقة الإعلامية لفريق رياض الخير التطوعي، والمحامية رولان مشوح مديرة الفريق. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتكم. بداية لكم يعطيكم ألف عافية لكل شيء عم تشتغلوا عليه. اليوم الفرق السورية التطوعية الإنسانية الاجتماعية أثبتت وجودها على الأرض. خلينا نبلش من عندك أستاذة ونحكي اليوم عن هذا الفريق الجميل هيك بشكل عام، عرفينا عن حالكم. لا، نحن فريق شبابي، يعني فينا عنا شباب وصبايا من مختلف القطاعات اللي موجودة بالمجتمع السوري. يصل عددنا تقريبا لشي 60 شخص، ونحن موزعين بأغلب المحافظات السورية. عمر الفريق تقريبا هو 5 سنين، ونحن أول فريق تسجل على منصة جمعيات بالشؤون الاجتماعية والعمل، ونحن بناخذ الشريحة الأولى من العمل اللي هي الخدمات الاجتماعية وبالإضافة للقطاع الصحي. وطبعا شهر رمضان هو الشهر اللي أكثر الناس بتشتغل فيه بالأعمال الاجتماعية، بالتعاون، بالعطاء، بالخير. ونحن بنطلق مبادرة بشهر رمضان، نحن بنطلقها للسنة الخامسة اللي هي مبادرة تحدي الخير. تمام، بدنا نرجع لعندك أنسي لما تحكي لنا شوي عن مبادرة الإفطار، كيف عم بيتم التحضير لها وشو بتتضمن أيضا هي المبادرة؟ أكيد، نحن عنا يعني مبادرة الإفطار هي جزء من مجموعة مبادرات. نحن بنطلق من قبل ما يبلش شهر رمضان المبارك هذا التحدي، يعني لحتى نبلش تحضيراتنا. طبعا
طبعا هو افطار الصائم هو جزء مثل ما قلت لك من اربع او خمس يعني عمليات او مبادرات نحن بنشتغل فيها. نبلش نطلقها من قبل رمضان يعني المواد العينيه لحتى فريقنا يبلش ينظمه ويفرزه، لحتى نبلش باول يوم مثلا نوزع انه سلاتنا، وعم بلش بافطارنا يلي هو غالبا بيكون كل سبت لنجهز مطبخنا ومواده لحتى نبلش بتحضير الوجبات وتقديمهم بطريقه لائقه لحتى توصل للناس المستحقه. أكيد اليوم مهمة ما أنا سهلة، وخاصة نحن عم نقول محافظات سورية، مستوى محافظات سورية، نحن ما أنا عم نشتغل على مستوى محافظة واحدة. اليوم في رسالة يعني حبيتوا هيك توصلوها، خبرينا عنها أكثر أستاذ. هلا الرسالة هي أول شيء إنه التعاون بيعمل شغل كتير مهم، وبعدين إيد لحالها أكيد ما بتصفق، بس لما بنكون أكثر من حدا متكامل نشتغل شغل كتير حلو. بالمحافظات السورية نحن انطلقنا بطريقة أنه في شباب كمان تعاونوا معنا حبوا الفكرة، كل حدا بيشتغل لو بأجزاء بسيطة، يعني مو كل المبادرات بتطبق بالفريق بنفس الجزئية، يعني ممكن يكون بدي مشرق عم نعمل إفطار بحلب بيكونوا عم يوزعوا تمر ومي بالشارع، بجبلة بيكونوا عم يعملوا سلات غذائية، يعني في عنا تفاوت بالمحافظات، لكن عم نحاول نخدم قدر الإمكان أنه الفريق شغال كل السنة، وبموسم رمضان عم نحاول نشتغل قدر بأكبر طاقة ممكنة. طبعا لأنه بتعرفي نحن كفريق أولا ما بحق لنا ناخذ تبرع مادي، إنما ما بحق لنا ناخذ تبرع عيني، والجهات الراعية غالبا بتكون بتجترع مؤسسات أو جمعيات، وخاصة الناس بتفكر إنه الجمعية عندها وصولات والمؤسسات فتبقى بمصداقيتها بنظر البعض أكبر، ومع ذلك نحن فريقنا بتميز الحمد لله بصفة كثير عالية مع العالم، متبرعينا من خمس سنين موجودين في المعلم وبيزيدوا، وهي الثقة كثير عم تفيد بصراحة، لأنه نحن عنا عدد عائلات كثير كبير، نحن بنشتغل بطريقة كثير منظمة، يعني نحن عنا جداول مستفيدين، عنا عائلات بكل محافظات عنا بياناتهم، بنوزع ضمن جداولنا، نتواصل مع العالم بشكل مباشر. اليوم إذا بدنا نحكي أكثر عن هي المبادرات كمان اللي عم بتقوموا فيها بشهر رمضان وأيضا بالعيد، والفرق التطوعية اللي عم تشتغل معكم بهي المبادرات. أكيد في تعاون من خلال الفرق الثانية، هو مثل ما تفضلت بالبداية يعني حديث أنه أثبتت هي الفرق المجتمعية يعني جدارتها خلال هي المبادرات أكثر من أي شيء ثاني. نحن بصراحة ما بنقدر نعتمد يعني بشكل أساسي على غيرنا قد ما بنقدر نعتمد نحن على مجهودنا اللي نحن بأرض الواقع بنكون موجودين فيه. ورغم انه كل حدا فينا فيه من مثل ما تفضلت من كافه فئات المجتمع، في عندنا صحفيين، في عندنا محاميين، في عندنا اطباء يعني بالفريق، في عندنا حتى طلاب وحتى اطفال، رغم كل مشاغل الحياه يلي فينا موجودين ويعني تاركين مساحه للعمل التطوعي بحياتنا، ورغم كل الظروف يعني هي من ضمن رسائلنا واهدافنا، رغم كل الظروف ورغم كل المشاغل نحن بنقدر نخلي مساحه للعمل التطوعي لحتى انه ننشر ثقافه التطوع على ارض الواقع، خصوصا بوقت الازمات اللي عم نعيشها. وقد اليوم حلو هذا التنوع بالفريق التطوعي، خلينا ناخذ مثال فريقكم اليوم، عم تقولي اطباء، عم تقولي طلاب جامعه، يعني اليوم يجوز كل حدا فيهم عنده فكر مختلف، عم يضيف لكم فكره، عم يضيف شيء للفريق، ولكن نحن اليوم بدون الدعم والناس اللي حوالينا المجتمعات الاهليه يمكن تكون المهمه كثير صعبه، قد اليوم دعمكم مهم، مين ما بدنا نذكر بالاسامي، يعني خلينا نحكي عن المجتمعات الاهليه والدعم لحضرتكم. على الدعم هو اولا بدايه هو من اعضاء الفريق نفسهم ومن الناس اللي حواليهم كانوا اصدقاء او اهل. للامانه لا، في شركات بتساعد وبتدعم لكن بمواسم معينه، لأ برمضان بيبقى حتى هن عليهم ضغط كثير كبير، يعني ممكن بمبادرات ثانيه يكونوا شركاء اساسيين لانه بيساهموا معنا بكثير مبادرات، ان كان وقت كورونا ولا وقت سرطان الثدي، فنحن دائما بنتشكر كل الناس اللي بتساعدنا يعني. وبالنسبه لتنوع الفئات العمريه هو شيء كثير حلو، لانه احيانا الطفل الصغير ممكن يقدم فكره بتكون احلى بكثير من حدا ممتهن للقصه. اليوم عم تذكروا انه في اطفال عم بتشارك، قديش حلو انه الاطفال يشاركوا بهي الاعمال التطوعيه ويتعودوا دائما على فعل الخير على هدول القصص. اليوم كجمعيه كفريق، اليوم شو الشروط الشخص لما بده يدخل او يتطوع بهذا الفريق او يكون جزء من هذا الفريق؟
اولا بحد الان بسوريا اصلا ما في قانون تطوع ولا في استماره انتصاب بالمجمل باي جمعيه او مؤسسه، وانما كل جمعيه او مؤسسه حره بانها تختار الفكره. بالنسبه للفرق التطوعيه ما بي عندهم شروط، لانه بيكون شرط واحد هو انه انت تكوني حابه الفكره بحد ذاتها، انك تشتغلي ايد بايد، انك تشتغلي ككل متكامل كمنظومه متكامله من المواطن. واهم شيء لما بنشتغل عمل خيري انه نكون فعلا بنحب الخير، يعني هذا اهم شيء. طيب اليوم نحن بنهاية الشهر الكريم، وأكيد اليوم في تحضيرات لعيد الفطر، هيك خلونا لأن اليوم شو عم تحضروا لنا؟ أكيد نحن كل سنة في عنا مبادرات ثابتة ومبادرات متغيرة. طبعا السنة الماضية مبادرة العيد كانت يعني عبارة عن فرحة العيد، نحن يعني نزلنا على الشوارع ووزعنا للأطفال هدايا وأمور، يعني حاولنا نرسم فرحة على يعني بقلوبهم. وهي السنة عم نحضر شيء بيشبه هذا الشيء، لكن هاي التحضيرات هلا مقترنة بصراحة ب يعني مدى التبرع يلي ممكن يجينا. بلش يجيكم دعم؟ بلش يجينا هلا مثلا مجموعة من الملابس، لانه احتمال كثير مجموعات من الملابس انه نوزع ثياب للاطفال هي لسه ما حكيناها، فهلا ملابس يعني هي الجزء الاكبر منه. وكمان في اكيد اذا تيسر حنعمل بعيد الفطر كمان مثلا ذبيحه. كونك عم تقولي ملابس، نحن اليوم بحاجه لداتا اعماريه للاطفال اليوم. انتم اكيد اليوم خلال تشبيك من خلينا نقول الشؤون الاجتماعيه او محافظه مخاتير الحاره، اليوم عندكم اعمار، اليوم قد ايه بتحاولوا انكم اليوم يعني هي الفرحه تكون حقيقيه، انه توصلوا هي القطعه لهذا الطفل اللي هو عن جد بحاجته بقياسه؟ نحن من انطلاق من السنه الماضيه كنا كثير حريصين على الفكره اللي عم تتفضلي فيها، انه نحن بدنا نميز بهذا الوقت كثير بين الناس اللي بحاجه فعلا وبين الناس اللي اكثر حاجه. في ناس اكثر حاجه كثير، نحن عم نشخص هي الحالات ونتوجه لها بشكل اكبر من اي شيء ثاني. مثلا السنه الماضيه يعني مثال على هذا الموضوع، نحن توجهنا للحدائق العامه، ما رحنا على ساحات العيد يلي فيها، توجهنا على الحدائق العامه يلي فيها اطفال كثير متشردين وهن بحاجه فعلا لانه يوصلون هذا الشيء. تماما، خصوصا بهي الظروف الصعبه اللي عم نعيشها، قديش مهم اليوم ننشر ثقافه التكافل الاجتماعي تكون على اطار اوسع وتكون دائما بكل الاشهر وبكل الايام، دائما هي المساعدات، رسم البسمه على وجوه الاطفال، وخصوصا مثل ما عم تذكر انه بالعيد يعني يمكن الطفل اكبر فرحه عنده بالعيد هي ثياب العيد. لكن انا بؤمن بشغله كثير بيقولوها اهل اول، انه لما ما بيخلص الخير طول ما الخير بالصم لا تخلص الدنيا، يعني الخير دائما موجود ودائما في ناس كثير مهمه بتساعد وحب، وفي ناس كثير عندها قيمه العطاء كثير بتهمها، ممكن هي ما عندها فعلا قدره توصيل هذا الشيء للشخص الثاني، بس نحن كفرق او حتى جمعيات او مؤسسات قادرين نشبك بين هدول الجهتين، انه كان المستفيد او حتى المتبرع. في شغله بس بدي احب اضيف على اللي قالته لما بالنسبه لموضوع ثياب العيد، لانه سالتي كيف نحن بنعمل طريقه ظريفه، يعني يمكن مثل تسوق بالمجان، نحن بنحط الثياب بطريقه انه احنا بنعرضهم وكل حدا بيشوف الشيء اللي هو بيناسبه وممكن يقيسه ويشوف اذا هو ضبط معه بياخده، يعني عرفتي احنا ما بنلزم حدا بشيء، مو انه هي القطعه نحن جايبينها وبنعطيها، القطعه كلها موجوده قدام الكل معروضه، واي حدا بينقي الشيء اللي بحبه، اللون اللي بحبه، الموديل اللي بحبه. وطبعا في دائما حتى نحن دائما الاولاد حريصين انه بتكون في عنا شيء دائما هو موضوع الاكلات الطيبه، بتكون مرافقه لموضوع الاولاد، بيكون دائما في هدايا العاب، يعني ما بيكون بس شيء ملتزم. وطبعا في مبادره ثابته هي بالنسبه للعيد، هي موضوع حلو العيد، نحن كل سنه بنقدم بليله الوقفه حلو عيد للعائلات المستفيده برياض الخير. أكيد اليوم خطوات جدا مهمة عم تشتغلوا عليها حضرتكم، موفقين بهي المسيرة الإنسانية الخيرة، وإن شاء الله هيك بيكون شهر رمضان كريم على الجميع، ويقدر نقدر من خلاله أنه نحن نقدم لكم من خلال هاي الاستضافة أكيد دعم حتى تقدروا تقدموا شيء للأطفال بعيد الفطر السعيد. شكرا لحضوركم اليوم، موفقين بعملكم، يعطيكم ألف عافية، وأكيد تحياتنا من خلالكم لكل فريق العمل. شكرا كثير لكم ولحضوركم، ودائما هي الجهود تكون دائما فعالة، وأكيد دائما هدول الأطفال اللي عم تعطوهم هدول الحب وهدول الدافع لعمل الخير كتير حلو، يعطيكم ألف عافية.
اهلا وسهلا بحضرتكم. اما هلا ليلى نحن وصلنا لنهايه صباحنا لليوم، وقبل اكيد ما نختم ونودعكم على امل انكم تكونوا باحسن حالاتكم، بدنا نتشكر مصممه الازياء رنا السوسي صاحبه براند موتيل على العبايات اللي قدمتهم لمذيعات صباحنا غير ضمن الشهر الكريم. بدي اقول لكم بدايه نهار كانت هيك بالدعاء بالخير والصحه والانفراجات، وايضا نهايه صباحنا نفس الادعيه لانه نحن اليوم بحاجه هذا الانفراج وجبران الخاطر. كونوا بألف خير، باي باي. أكيد بقية نهار حلو لك يا رشا ولكل الأشخاص اللي عم يحضرونا، يا رب يوم يكون مليء بالصحة والعافية وراحة البال وأكيد صيام مقبول. وأكيد بدي أشكر مصممة الأزياء رنا السوسي صاحبة براند موتيل على العبايات اللي عم تقدم لنا إياها خلال هذا الشهر الكريم. تبقوا بألف خير، باي باي.